حلقة المرة دي رعب ممكن يطولنا كلنا. حباية انتشرت بتقتل في الناس وبتولع نار في المعدة، ومجرد ما تاخدها مفيش منها لا رجعة ولا إنقاذ، مفيش غير الموت الوقتي. الحق اعرف قرار الموضوع في صوت السرداب على رؤية مصر. غصب عني الموت للأسف بقى الحل الوحيد، قرار صعب في حالة نفسية ميتة من فترة. سبب الوفاة الحباية دي. ده البوست اللي كتبه مصطفى محمود، شاب في العشرينات عايش في بيت شبه بيوتنا كلنا، ومنطقته كانت المحلة الكبرى في الغربية. وكلمة كانت دي عشان مصطفى مات، وده كان آخر كلام كتبه قبل ما يقرر إنه يموت منتحر بحباية سامة زي ما عمل كتير قبله. بس خلينا الأول في قصة مصطفى، ومنها هعرفكم كل حاجة. مصطفى كان بيمر بأزمة نفسية صعبة جدا، وده اللي قاله في نفس البوست لما كتب بحروف تقيلة على أي حد يقراها، وقال: آسف للجميع، يا رب تسامحوني، آسف لكل أهلي وأصحابي وأغلى إنسانة في الوجود لأني خزلتكم، آسف لكل إنسان خزلته، والله كان غصب عني، الموت للأسف بقى الحل الوحيد، قرار صعب في حالة نفسية ميتة من فترة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. سبب الوفاة قرص مسمم. وبعدها على طول جه الأجهزة الأمنية اختار إن مشرحة مستشفى المنشاوي العام استقبلت جثة همدة وفيها مادة سامة، واللي للأسف ده كان مصطفى. ومصطفى آخر حالة حصلة، لكن في كتير غيره قبلها، درجة إن في 3 بنات انتحروا في الشرقية بالحباية دي، ومن وقت كتير كمان، كان سنة 2020 بالذات، كمان إن الحباية دي سعرها قليل جدا وكان بيبتدي من نص جنيه، ويوم ما بتزيد بتزيد بالجنيه. والأول كانت بتتباع في الصيدليات بس أو العيادات البيطرية، دلوقتي بقت ممكن تبقى موجودة عادي جدا في المحلات التجارية. مستوعب إن نص جنيه تشتري بيه قنبلة، وحتى مش موقوتة، هي قنبلة في لحظتها، بالذات كمان لو حبيت تنقذ حد منها. فقلت إن أقل واجب تشربوا مية، تخيل إن المية دي ساعتها هتزود مفعولها أكتر وأكتر. وهنا بقى نروح على الحباية دي عبارة عن إيه. الحباية دي ما حبيناش نقول اسمها عشان ما تبقاش أسهل للناس، لكن وصفها هو إنها معمولة كمبيد حشري، يستخدموها في المحاصيل الزراعية عشان تقتل الحشرات، وبتتحط في حتة قماش عشان تتحط في الصومعة اللي بيتزرع فيها محاصيل، مطلوب تبقى سليمة لمدة سنة. ومجرد ما بتتحط في التربة بتنشر غاز سام جدا، وهو غاز الفوسفين، وبيعمل ده من غير ما يسيب أي أثر على المحصول. ومجرد ما المحصول ده يتعرض للهواء، والكارثة إن غاز الفوسفين ده المية بتساعد على اشتعاله، ومش اشتعاله بمعنى إن مجرد تفاعل هيحصل في معدتك، لا، اشتعال بالمعنى الحرفي، إن النار بتولع، فاللي بيدي مية للي أخد الحباية دي بيولع نار في معدة صاحبها، وهي أصلا مش محتاجة مية، لأن الحباية دي اتسمت بالقاتل الصامت. مجرد ما بتتاخد بتبتدي بالتتابع توقف القلب والكلى والكبد لحد ما تدمر الجسم كله. والكارثة الأكبر إن الأهالي نفسهم هما اللي ساعات بيجيبوها عشان يقتلوا بيها الفيران، وبعدين بيسيبوا باقي الحبوب في البيت عادي جدا، واللي ممكن أي طفل ياخدها بالغلط أو حتى على فكرة شخص كبير وياخدها بالقصد عادي، لأنها ببساطة شبه حبوب الفحم اللي كلنا بناخدها في أوقات كتير. المادة السامة دي 500 ميلي جرام منها كفاية جدا إنها تاني حياة إنسان في لحظتها، وتضلم حياة كل اللي حواليه. ما بالك الحباية بقى نفسها اللي فيها المادة السامة دي، فتركيز المادة اللي فيها جرام يعني ضعف الجرعة المدمرة، واللي لا ليها علاج ولا إسعافات ولا مصل مضاد. الحاجة الوحيدة اللي اتقالت انها ممكن تحوق فيها كانت الزيت، ان الضحية تاخد فنجان زيت كل 15 دقيقة، لان الزيت ممكن يهدي الوضع شوية ويغلف الحباية في المعدة لو الاسعاف لحقت توصل بدري، لانها بالكتير جدا ساعة، واحتمالية الوفاة بتتحول ان هي اكيدة عشان مفيش مصل، فالدكتور ساعتها بيحاول ينقذ كل عضو لوحده، واللي للأسف بيكون صعب جدا، وبتكون الضحية طلعت اخر نفس ليها. وفي الاول وفي الاخر الحباية كارثة، وبقت سبب كبير انك يوميا تقرا عن حالة انتحار بسببها، لكن دايما في سبب قبل الحباية، سبب بيخلي الضحايا ما يجروش غير عليها ويقبلوا بضريبة موت مؤلم سريع بدل حل مريح لكن بطيء. ودلوقتي بقى الدعم النفسي معروف أكتر بكتير من زمان، وأغلب الدول بتسهله لدرجة إن بقى في دعم نفسي على الإنترنت، وأرقام اتصال للدعم النفسي كمان تقدر تكلمها في أي وقت، وكأنها موجودة ليك أنت بس. لأن صدقني مفيش حد فينا قيمته قليلة، لا عند نفسه ولا عند حبايبه ولا حتى أعدائه. خدوا بالكم من نفسكم ومن حبايبكم، عشان جملة الموت لحظة ما بقتش مجرد عبرة ولا حالة مرضية، دي بقت واقع إيد أي حد حر إنها تطوله.